هعمل فيه ايه؟ هحول
هرمون ريجوليشن، وممكن في حاجه اسمها كوفيلنت ريجوليشن. كوفيلنت ساعات بنحطها تحت الهرمون لان ساعات بتعتمد على الانسولين والهرمون الكلام ده. فلو عملتهم في بعض هيبقى الستريك ريجوليشن وهيبقى هرمون ريجوليشن. الستريك ريجوليشن ايه اللي بيحصل عندنا؟ قلنا في فاستنج خلاص الواحد مش واكل، او كاربوهيدرات قليله، او في سبير مثلا اكسرسايز، او اي حاجه من الحاجات دي. ايه اللي هيحصل؟ ده بيعمل سكريشن اوف ستيميليز سكريشن اوف انتي انسولين هرمون. يخلي يحصل سكريشن اوف انتي انسولين هرمون. خلاص؟ مين هم الانتي انسولين دول؟ هرمون، ادرينالين، كورتيزون او كورتيكويد، ثيروكسين، كل دول بعتبرهم انتي انسولين. كل دول بقى فيه فاستنج او كاربوهيدرات قليل او ستريس، لان احنا عارفين ان الستريس برضه نوع من الستيمولس اللي ممكن يعمل الكونشس. خلاص؟ فالستيميليشن هيطلع لي انتي انسولين، مفيش انسولين خلاص من بعد انسولين ايه؟ دلوقتي فاستنج مفيش انسولين، فكل ده الشغل ده هيبقى على ايه؟ على الانتي انسولين. لما يطلعوا الانتي انسولين هم اللي بيعملوا اللايكوليسيس بالبوزيشن. ده لما نقعد نقول ده في فاستنج فاللايكوليسيس بالبوزيشن هيكسر الباك. مين بقى اللي بيعمل ستيميليشن ده؟ الانتي انسولين هرمون. الكربون والادرينالين وكل ده بيعملوا هم اللي بيسببوا الفات اللي موجود في الجلايكوسيشن اللي بيحصل له لايكوليسيس. يبقى هو لما تاخدوا الليفل ده نقول ما في فاستنج في لايكوليسيس. ليه في لايكوليسيس؟ لان الانتي انسولين هم اللي هيعملوا اكتيفيشن للانزيمز اوف لايكوليسيس فيكسر الترايجلسرايد انسولين اند فاتي اسيد. خلاص؟ يبقى اللايكوليسيس هيزيد، يبقى هيزيد الريليس اوف فاتي اسيدز اللي موجود عندي. ولما يزيد في الريليس اوف فاتي اسيدز اول ما الفاتي اسيدز تزيد في البلط ده دليل على اني عارف في حاله ايه بقى؟ في حاله ستارفيشن، وان لازم اجيب انرجي من سورس تاني غير الجلوكوز. اللي هو مش هيحصل له ريليس الا لو ما عندوش جلوكوز. خلاص بقى الجلوكوز اول ما عايز يشوف عينه حد البلط بتاعته الفاتي اسيدز عاليه يبقى عنده لايكوليسيس، ريت اوف لايكوليسيس كتير. في الكومن ريت اوف لايكوليسيس بيزيد مع الفاستنج، لان ممكن يكون في اسباب ثانيه، لكن الكومن الاقي ايه؟ بيزيد مع. فبعتبر ان زياده الفري فاتي اسيدز في البلاد ده سيجنال ان انا الجلوكوز عندي قليل، ويبقى لازم بقى اوقف الجلوكوز مع الحبه الصغيرين اللي عندي دول ما استعملهمش. خلاص؟ ازاي بقى؟ ان احنا قلنا ان لما بيزيد الفاتي اسيدز بيحصل لها بيتا اوكسيديشن، وقلنا البيتا اوكسيديشن دي اثناء ما بيتحول الفاتي اسيد انتو قلنا بيتحول ايه؟ استرايكو ايه؟ وكمباوند اقل منه بتيجي على حسب الفاتي اسيد اللي فيه. هيطلع لي استرايكو ايه وكمباوند اللي معاه الفاتي اسيد اللي معاه اقل اصغر منه. لما بمشي في السايكل دي في الستبس دي بيطلع لي برضه ان هي كوفات ما تقلش ما تقلش. كل هخش في السايكل من غير حاجه من غير استرايكو مش هعرف استرايكو ايه. يعني زي ما اتكلمنا على التريبس مش قلنا التريبس بتيجي في استرايكو ايه؟ او بلاش تريبس ما تلخبطوش. في الجلايكوليسيس مش في لو بيروح الكونديشن عندي لايت اتش بيطلعوا فاللايت اتش ده ممكن يخش الاسبيراتوري تشين يديني انرجي نفس الحكايه. فالبيتا اوكسيديشن مش كل الانرجي هيجي من استرايكو ايه؟ يعني انا عندي فاتي اسيد
سترايك وايه طلع هنا بقى هيعمل ايه؟ هيعمل ايه بالنسبه للي طالع منه هيعمل بقى عشان يكون فيها ستنشي؟ خلي البايروفين يحول البايروفين لاوكسالو اسيتيك، مش كده؟ عشان نعمل انيميشن ايه للبايروفين كاربوكسيليز. وبيعمل ايه تاني؟ بيهبط البايروفين في هيدروجينيز عشان البايروفيك اسيد ما يتحولش انتو اسيتيك. يبقى الاي تي بي اللي هيطلع يبقى لو عندي سبايكاستيك يبقى عندي انتي انسولين عالي، لان الانسولين دول هم اللي مسؤولين عن الجلايكوليسيس اللي بيحصل فيه الاديبوس تيشو، هيطلع لي فاتي اسيد اند كليسترول. الكوليسترول هيخش يعمل جلوكوز يمشي في الجلوكوجينيسيس، فاهم كده؟ الفاتي اسيد هتعمل لها هيدر اوكسيديشن، اثناء الهيدر اوكسيديشن ده هيخلي حاجتين فات اتش فات اتش 2 دول هيخش الاسبايكي شيل اي تي بي وهيديني اسيتايل كو اي. خلاص الاي تي بي دي هستخدمها في الجلوكوجينيسيس. خلاص الاسيتايل كو اي اللي طالع ده هيعمل انهبيشن للبايروفيت هيدروجينيز عشان ما اطلعش اسيتايل كو اي تاني، خلاص انا مش محتاج. بيعمل ستيميليشن للبايروفيت كاربوكسيليز عشان يديني اوكسالو اسيتيك عشان اقدر اخش كريبس سايكل، لان الاسيتايل كو اي انا عمال اكسر فيها تطلع اسيتايل كو اي. لو انا ما عنديش اوكسالو اسيتيك هقدر اخش في خط الكريبس سايكل؟ مش هقدر. خلاص يبقى الاسيتايل كو اي هيخلي حد في الجلوكوز الصغيرين يتحول انتو بايروفيت والبايروفيت دول يتحولوا انتو اوكسالو اسيتيك. خلاص؟ طيب يبقى ده رول اوف oxidation of the fatty acids type in ATP in a study for A was the ATP high inhibit glycolysis was a study for A high stimulate glucose eugenesis in the body and high sad and calculate calculate how the oxalo acetate but the back of the oxalo acetate high can be the teeny posh cracks we can then move in can be the teeny for the cost of the pyruvate that was the case and that will be a task. خلاص؟ طيب تاني حاجة بعد ما اتكلمنا منها دي اللي هي رولا فركتوز 6 بسفوسفيت، سمعنا عليه ايه ده؟ الجلايكوليسيس لما قلنا ان عندي فركتوز 6 فوسفيت لما بيزيد الفركتوز 6 فوسفيت بيستميليت الفوسفوبروتوكارنيز 2 فيحول الفركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 2 6 بسفوسفيت. 2 6 بسفوسفيت ده كان بيعمل ايه؟ اكتيفيشن اوف فوسفوبروتوكارنيز 1 فاهم كده؟ طيب دلوقتي اللي احنا قلنا برضه قبل كده ان كان في حاجه اسمها كوفالنت موديفيكيشن، مش كده؟ قلنا ان عندنا انزيمز ممكن لما يحصل لها فوسفوريليشن او دي فوسفوريليشن تبقى اكتف او انا مش كده؟ قلنا ان انا عندي لو انا عندي فاستنج دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ مين اللي هيدفع الجلوكاجون؟ الكلام ده مش كده؟ قلنا ده هيعمل ايه؟ اكتيفيشن اوف انلايف سايكليز ويحول الاي تي بي انتو سايكليز activates protein kinase A inactive protein kinase A inactive protein kinase A. ده هيعمل phosphorylation لمين؟ pyruvate kinase وphosphoproto-kinase 2 صح كده؟ ده اللي كنا عارفينه. لما يعمل activation phosphoproto-kinase يبقى phosphoproto-kinase 2 ده هيحصل له ايه؟ inhibition. لما يحصل له inhibition يبقى الglycolysis هتقف ولا هتشتغل؟ هتقف. نفس الحكايه لو انا عندي انسولين اكتيفيت الفوسفو بتاع الاستريز هيحول السايكليك اي ام بي انتو ام بي، فالسايكليك اي ام بي هيقل يبقى الاكتيفيشن بتاع البروتين كاينيز ايه مش هيحصل، يبقى البايروفيت كاينيز والفوسفو كاينيز دول هيفضلوا نوع فوسفوريليتد ده الاكتيف فورم بتاعهم فيحصل ايه؟ جلايكوز. خلاص ده اللي هنقوله دلوقتي. احنا قلنا ان الفركتوز 6 وهنقول لسه ليه يعني دي جزء جديد اكيد هنزوده. الفركتوز 6 فوسفيت ده لسه قايلين ان الانسولين اكتيفيت بوست بروتوكاينوس كاينيتو باي دي فوسفوريليشن لو السايكليك اي ام بي اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي صح كده؟ طيب فالعادي ان فاكتوس فوسفيت البوست بروتوكاينيس 2 هيديني فاكتوس 2 6 بس فوسفيت، وانا فاكتوس 2 6 بس فوسفيت ده بيعمل اكتيفيشن ليه؟ بوست بروتوكاينيس 1 فالجلايكوليسيس بتشتغل صح كده؟ طيب لو انا السايكل قلنا كده بس مش كده؟ ان انا ما كنتش فاهم حاجه تاني. لا الفركتوز 2 6 بس فوسفيت ده لما بيطلع بيعمل ستيميليشن للفوسفوبروتوكاينيز 1 وبيعمل انهبيشن للفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز فيوقف الجلوكو مين جنس دي كتير حته زياده. خلاص يبقى تاني الفركتوز 2 6 بس فوسفيت لما بيزيد هيعمل لي ستيميليشن للفوسفوبروتوكاينيز
كونسنتريشن للفوسفوبروتوكينيز 2 صح كده؟ يبقى الفوسفوبروتوكينيز 2 بدل ايه؟ ال فالفركتوز 6 فوسفيت مش هيتحول الى فركتوز 6 بس فوسفيت يعني فركتوز 6 فوسفيت هيحصل له ايه؟ هيقل لما يقل ايه اللي يحصل؟ هيعمل انهبيشن للفوسفوبروتوكينيز مش موجود يعني هو مش هيقول انهبيشن هو مش موجود فمش هيحصل اكتيفيشن اوف فوسفوبروتوكينيز 1 مش كده؟ مش هو ده بي سي يعني استيميشن فوسفوبروتوكينيز هو دلوقتي مش موجود او قلل كميه كبيره جدا يبقى الفوسفوبروتوكينيز 1 مش هيشتغل يبقى الدايكوليسيس هتقف تمام كده؟ طيب هو دلوقتي قلل الفركتوز 6 بس فوسفيت يقدر يعمل انهبيشن للفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز فالانهبيشن اللي كان هو كابس على نفس الانزيم اللي هو الفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز ده اتشال مبقاش موجود اللي بيعمله انهبيشن مبقاش موجود فيبتدي يشتغل ويبتدي جلوكوجينيسيس ويبتدي جلوكوجينيسيس تحصل واضح؟ بس يبقى ده الهرمون اللي احنا اتكلمنا عنه على الانت بولي سبيل سبيل الهرمون ده اللي ايه؟ طيب كان الستيريك عشان نتكلم عن فركتوز 6 بس فوسفيت خلاص؟ هنا هنتكلم وطبعا هو في هرمون يعني ما اقدرش استبعد الهرمون اللي في انسولين برضه هو اصل المشكله ان زمان كان الريتم ريجيليشن كان كده بدات الستيريك وهرمون كانت كده صح كده كله مع بعض ولا فتحاول ان احنا ايه نلمها بنبقى تحت حلوين كبار عشان ما تجوش في التذاكر فهي حاجه الستيريك وحاجه هرمون صحيح الانسولين هو اللي عمل اكتيفيشن او ان اكتيفيشن للفوسفوبروتوكينيز لكن مين اللي اشتغل الفركتوز 2 6 بس فوسفيت هو اللي عمل الستيريك اكتيفيشن او اسبيريشن خلاص نتكلم عن الهرمون بقى الانسولين احنا بنقول ان هو بيطلع بعد الواحد دلوقتي الكربوهيدرات والكلام ده كله فمتوقع يعمل ايه في انزيمز الجلوكوجينيسيس هيعمل لها يقلل الاكتيفيتي بتاعتها خلاص وفي نفس الوقت يزود الاكتيفيتي بتاعت والانزامشن بتاع الباكيتيك انزيمز سوري خلاص الانتي انسولين زي ما اتفقنا هو مين البالون النفرين كورتيزول دروب هرمون كمان والثايرويد هرمون البالون بيدخل تحت عنوان الانتي انسولين خلاص كل الانتي انسولين دول بيكريس الريت اوف جلوكوجينيسيس وينهبت جلوكوجينيسيس ازاي بقى؟ أول حاجة إن الجلوكاجون acts as an inducer of polyglucuronic واضح عايز زي ما كنت بقول ما دام في الفاستنج يبقى الجلوكاجون هيطلع يبقى هيصنع كميات كبيرة من الجلوكوجينيك انزيمز عشان الجلوكوجينيسيس تشتغل صح كده؟ طيب الجلوكاجون والابينفرين تعملوا ان اكتيفيشن الفوسفوبروتوكينيز 2 باي فوسفوريليشن اللي احنا لسه قايلينها اللي بيسجل ايه؟ دايما في معظم الاحيان هتلاقي دايما الجلوكاجون الادرينالين الاثنين سمعتوها بعد كده في حاجات ثانيه اهم الجلوكاجون الادرينالين بيعمل ستيميليشن للادرينالين سايكليز فيحولوا برضه الاي تي كي سايكليك يعني زي بالظبط الجلوكاجون بس ممكن اقول ان كمان الادرينالين بيعمل كده الادرينالين بيعمل كده فهيعمل اكين اكتيفيشن للفوسفوبروتوكينيز 2 اللي احنا سائلين عليه باي فوسفوريليشن خلاص كان يبقى ايه الجلوكاجون هما الاثنين بيشتغلوا نفس الطريقه خلاص طيب الباقيين بقى بيعملوا ايه؟ كلهم كورتيزول بالثايرويد بالكل ده بيعمل لايكوليسيس في الاديبوز تشو فهيديني فري فاتي اسيدز بكميات كبيره اللي هستخدمها في الجلوكو نيوجينيسيس يا اما هعملها اوكسيديشن في اي تي بي يا اما هتحاول تبقى سترايك او ايه عشان تخش مع الاوزيل واسيتيك في الدرس خلاص كلهم بيشتغلوا نفس كلهم بيعملوا لايكوليسيس خلاص الكورتيزول بيزود البروتين كاتابوليزم عشان كده لما حد بياخد بتاعي المصل الماس بتاعه بيقل وبيعمل ديجريديشن وبيكسر في البروتينز كده اللي بياخد كورتيزون مده طويله يحصل له مصل قتل خلاص مصل قتل وتلاقيه مورم يعني تلاقي وشه مورم كده لو شفت المصل بتاع عشان الكورتيزون بيحوش الصوديوم في جوه الجسم فبيبتدي يورم الجسم يعني خلاص ده الاوائل التخين باين التخين لكن لو شفت المصل الماس بتاعه بتلاقيها رفيعه ليه؟ لان بيحصل ديجريديشن للبروتين كويس لو بيحصل ديجريديشن بروتين يعني بيتحول من بروتين انتو امينو اسيد الامينو اسيد دي ينفع استعملها في الجلوكوجينيسيس ولا لا؟ ينفع استعملها في الجلوكوجينيسيس سواء بقى كان ارنين سواء كان اسبارتك اي حاجه كل الامينو اسيد او الجلوكوجينيك اكستراكت بيزيد الرايزين كلهم ممكن احولهم خلاص؟ تبقى الكورتيزون لما بيزيد بيساعد على تكسير البروتين عشان يديني امينو اسيد استخدمها برضه في الجلوكو نيو
ازاي الجلوكوز؟ يعني انا عامله الصوره ازاي؟ ان بيزيد الجلوكوز هيستميليت الجلوكوكارياز. خلاص؟ لما بيزيد الفاسكوكارياز هيعمل ايه؟ الكتاب مش معمول ستميليت يعني بوزيتيف ونيجاتيف بعد كده ستميليت ستميليت. هتلاقي اسهم بتضغط شويه. اه اللي معمول بالاحمر ونازل لتحت ده يبقى انهبيتور والمحمول الازرع بيطلع وسحب الجو ده هيبقى ستميليت. فمش كاتب جنبها ايه دي ده زاد ولا قل؟ لا هتلاقي ايه دي كده اعمل انهبيشن ولا ما عملش انهبيشن؟ اهو فاهمين؟ يعني الفاست مايس بتبقى اسهل يعني تخش ممكن اسهل. فانا لو امتحان عملت فاست مايس مفيش مشاكل، يعني عايز تقول لك تعمل انهبيشن خلاص وعايز تعمل ساين بلس خلاص مفيش مشاكل. هجهز اسهم دي صعب شويه. اه لا ده ما ينفعش تحط واحد كده، يعني لو جاي لازم اتكلم ما ينفعش احط ده خلاص؟ بقى بس بقول ان الاسهم دي مش معناها ان هو قل او زاد. بنعتبر مثلا اي تي بي كاتب لك ان هو يعني سهل تحت وبيعمل اكتيفيشن وما اعرفش ايه وما ينفعش. لا مش شرط الطريقه دي، عارف ان في ناس ما عايزه تعرف الكلام يعني كده زي هو طبعا الرسمه دي بيقول لكم عليها لا يعني ساعات بيبقى الرسم بتبقى مظلومه فلازم عايزه نعمل حاجه ان الاسهم دي مش معناها ان تحت مش معناها ان الاي تي قليل. لا ده معناه ان الاي تي هيعمل انهبيشن. خدتوا بالكم من دي؟ خلاص؟ بعد ما قلتوها هتبقى لازم تكتب فترجع تاني للمهم بقى بس. ايه الديس اوردرز احنا بنتكلم بعد ما كنا بنخلص حاجه بنقول الديس اوردرز بتاعتها. ايه الديس اوردرز اللي عندنا؟ سيركوز 1 6 بيس بوستاتيز يعني ساعات ناس بتتولد او اطفال بتتولد وعندها سيركوز 1 6 بيس بوستاتيز ده مش موجود او مش موجود قليل قليل قوي او مش او موجود ومش اكتف خالص مش شغال. تمام كده؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ لما يكون عندي سيركوز 1 6 بيس بوستاتيز ده مش موجود او قليل يبقى الفيتامين مش شغاله مش كده؟ يبقى اول حاجه ان انا لو حد صام اول 7 8 9 ساعات معتمد على عادي خالص. تمام؟ دخلنا بقى في 12 و13 و14 كده كان بيسجلوا هايبو خلفيني انه مش قادر يصنع جلوكوز تاني عن طريق جلوكونيو جاز. خلاص؟ مفيش حاجه مش مش من اول خالص مش اول ما يصوم من فينس اول ما تصوم يجي لها فيني اتاكد حاجه تانيه. لكن هنا بالنسبه لنا انه هيقعد فتره شويه ما بقاش النهار مثلا كده كويس مفيش حاجه وبعد كده الجلوكوز ده مش مشكلة.
اسيتيك
ايه تاني ممكن الاقيه في العيان ده؟
الجلايكوليسيس هيديني فاتي اسيدز، الفاتي اسيدز تخش في البيتا اوكسيديشن تديني اسيتايل. هو ايه؟ الاسيتايل مربوط بضعف بكميات كبيره، يشتغل فيه يشتغل كل حاجه، لكن هيبقى لما يتكون بكميات كبيره قوي هيتحول الى ايون انتو كيتو بوديز. الكيتو بوديز دول برضه اسيدز فيقدروا يزودوا لي الكيتوسيس اللي موجوده عندي. خلاص؟ الكيتو بوديز دول بنسميهم ايه؟ الاسيتون والاسيت واسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي كيتريك اسيد، هما كمان اسيد فهيزودوا الاسيدوزز اللي عندي. خلاص؟ فيبقى العيان اللي بيشترك اساسا عنده جلايسيميا بعد صيام مده طويله، ولو قعد 3 4 ايام ممكن يخش في ايه؟ في اسيد. طب عارفه ازاي ده؟ مش هقول عارفه ازاي؟ عارفه سهل قوي. مش مفروض ان انا احط جيب الاكونت اكشن
بي اتش وده بي اتش ده له فوايد كتير جدا انا هفضل اكتبها بعد كده بعمل حاجات كتير قوي وهقول جزء منها يعني والريبوسفايتوسفيت اللي هي البريتوزز اللي هتخش في السيرفيس الارض يوكليك اسيد اللي احنا قلنا من الاصل خالص ان كل البريتوزز هتكونها في الاكل فين؟ في اليوكليك يبقى الحل الوحيد ان الجسم هو اللي هيصنعها وهيصنعها من البريتوز هيصنعها باي باثواي الاكسوز مورفوسفيت او الاتش ار بي باثواي في هناك في اتش لها هو كوينزايم بكميه كبيره جدا من الانزايمز مهمه جدا والريبوسفايتوسفيت اللي بعد كده بيتحول على البريتوز دي اوكسي عشان يعمل ايه؟ من ار سي ان اي وده من ار ان اي خلاص؟ الانزيمز بتاعت الكونتوز باثوي كلها سيتوزوم يعني اتش ان بي باثوي ده موجود فين؟ في السيتوزوم كلها موجوده في السيتوزوم. طيب السايت بقى هل موجوده في كل التيشوز؟ لا موجوده في بعض التيشوز اللي محتاجه الحاجات دي كويس قوي. هنقول ان الريبوز فايتوسفين احنا محتاجينه في كل التيشوز؟ اه بس هقول له ازاي تتصنع تلاقي بطريقه ثانيه مش بطريقه ثانيه هنشوفها خلاص؟ لكن هتلاقي دايما موجودين في حتت معينه زي الليفر زي الثايرويد جلاند زي الكورتكس الادرينا كورتكس والجونادز الادرينا كورتكس والجونادز اللي هم الدس الاوفري عشان يصنع الهرمونز الستيرويد هرمونز ليه بيصنع في مكانات اماكن دي هنا بيصنع ستيرويد هرمونز وبتحتاج ده بي اتش خلاص يبقى هي دي موجوده في الجونادز وموجوده في الادرينا كورتكس دي الاماكن اللي هتصنع فيها يا اما فيميل او ميل سكس هرمونز والادرينا كورتكس بيطلع منها كل الستيرويد هرمونز كتير قوي فالهرمونز دي بتحتاج نات بي اتش از اكو انزايم الانزايمز بتوعها خلاص هيبقى موجود في الاماكن دي في الريتنا في الاكتيف ميموري باند اماكن كتيره قوي موجود لكن مش في كل السيلز خلاص سكالت المصل واللاكتيف النون لاكتيف ولا الجلاند يبقى الاكتيفيتي بتاع الشوط دي قليل قوي قليل جدا خلاص مش وهتقول ازاي بيحصل كله يعني النتيجه دلوقتي موجود في اماكن معينه عشان اهداف معينه خلاص في المصل وفي النمله كتير وفي اماكن ثانيه كتير الاكتيفيتي بتاعته في وصل واحد خلاص هنجيب الريبوسفايت فوسفين فوسفين منين في الاماكن دي هنقولها هتبقى عند التقوي برضه بس هنقولها بطريقه ثانيه خلاص في حاجه بتحبوها عشان ده بي اتش مش عشان ده هرمون عشان ده بي اتش ده حاجات معينه في الريتنا بتاعت السنه الريتنا ليه موجوده في الريتنا عشان في انزايمز موجوده في الريتنا محتاجه ناس بي اتش خلاص احنا لما جينا نقول الانزايمز المهمه في ده بي اتش هتلاقي كل واحده لها يعني اهميتها خلاص عندنا باكويز عندنا في فرق بين الاتش ار بي والجلايكوليز الاتش ار بي في فرق بين الاتش ار بي والجلايكوليز ان عندنا في الجلايكوليز الاتش ام بي باثواي الاوكسيديشن ده الهيدروجين هيتشال على الناس في اتش في الامتحان ما حدش ينسى البي دي يعني تلاقي واحد مجاوب الورق كلها السؤال كله صح بس كده ما نات اتش ما ينفعش فتخلي بالنا من الناس دي اتش خلاص يبقى الجلايكوليز فيها نات اتش لكن الاتش ام بي فيها نات بي اتش خلاص في الجلايكوليز مفيش كاربون دايكسايد هيطلع فيش في ما حدش يطلع على كاربون دايوكسيد كاربون دايوكسيد بتاع الكالسيوم سايد بتطلعش من الجلايكوليز ال كاربون دايوكسيد خلاص اتش ام سي باثواي مفيش اي تي بي هيطلع لان الهدف مش انرجي برودكشن الهدف فورميشن اوف بوزن دكتور يعني لو اتش عشان اشتغلوا في الاتش عشان يعني مش يعني اتش يطلع من هنا يعني هو اللي هيشيل الهيدروجين هيجيلي
عملتوا ايه بقى؟ عايزين نسمع.